يا رب قدمنا هذا المال نرجو مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، يا رب قدمنا هذا المال حتى ندخل مع باب الصدقة، يا رب قدمنا هذا المال حتى نفرج الهموم ونقضي الديون ونفرج الكروب، حتى نكون معين بعد الله جل وعلا لكل يتيم هو بحاجة على أن تقضي حاجته. وخير الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. الله اختصنا، الله اختارنا، ما جعلنا ننتظر عشان يقولون فلان والله تصدق واكتمل الوقف، لا، الله اختارنا حنا نكون دلالة للخير، ان حنا نقفل وقف اليتيم بمكة المكرمة. الله اختارنا عشان حنا نقضي حوائج الناس، ما ننتظر احد يقضي حاجتنا، لان الله انعم علينا، الله اغدقنا بالنعم، الله اعطانا، الله اكرمنا، الله ما جعلنا ايتام، ما جعلنا نحتاج لأحد يواسينا ويمسح على رؤوسنا ويقضي حوائجنا ويدخلنا في جامعة ولا في مدرسة ولا يدخلنا في مستشفى عشان نشفى، ولا أنه فقط أحد يعطينا سيارة عشان نقدر نروح ونجي ونقضي حاجاتنا. يا أخواني، الله جل وعلا أكرمنا وعزنا وأعطانا وأغنانا. أقل النعم أن نعطي الله جل وعلا من مال الله الذي آتانا، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. الله اللي أعطانا المال لا يأخذها الله جل وعلا منا، لأن رأى منا الجحود والنكران، لأننا فقط ما أدينا شكر نعمة المال وقدمنا في وقف اليتيم بمكة. تكفون يا أخواني، أقل شكر لهذا المال أن نجعل شيء منه لله جل وعلا ونقدمه في سبيل الإسعاد اليتيم، في سبيل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، في سبيل يشفى مريض، في سبيل اليوم ميت بحاجة إلى وقفتنا والصدقة عنه. اليوم يا أخواني، كم من مشهور فجأة صار عنده أورام في المستشفى، إبراهيم السويلم، إبراهيم عسيري، عسى ربي يشفيهم. اليوم أخونا المشهور فيحان أبوه توفي وصلوا عليه. يا أخواني، ترى هذه مصائب الدنيا، حالتنا ترى ما هي بعيد عنا، اليوم تتخطفنا وتعدينا وتروح يمين وتروح يسار، لكن ترى بكرة هي علي وعليك وعليك أنت اللي تتابعيني. لا يجي هذا اليوم اللي حنا نتندم ونقول يا ليتني قدمت لحياتي، لا يجي اليوم اللي يقول